هو حضرتك البرنامج الحقيقه كان فيه شجاعه جامده جدا، يعني لازم الواحد يقول الحق، كان فيه شجاعه جامده جدا من القياده السياسيه ان هي تتبع هذا البرنامج، لانه برنامج مش سهل وتداعياته ممكن تبقى خطيره جدا، لكن كان فيه جرأه متناهيه في تنفيذ هذا البرنامج، والحمد لله بتهيألي جاب نتائج هائله جدا. الفتره اللي جايه اللي احنا محتاجينه كقطاع خاص، محتاجين اكتر اعطاء الدور للقطاع الخاص لكي يقود القاطره، مش شرط يقود القاطره لوحده، لكن يقود القاطره لكن يبقى عنده بيلعب في بلينج فيلد، يعني يبقى في سواسيه، يبقى في عدل في كيفيه المنافسه. دي حاجه ما تزعلش القطاع الخاص خالص، بالعكس، لكن يجب انه يبقى الدوله ترجع لدورها الاساسي وهو دور المشرع والمراقب على السوق، ويبقى بعض الانشطه الدوله بتقوم بهذه الانشطه لمراقبه السوق، بيبقى عندها نفترض مثلا قطاع معين في جهه من الدوله مستثمره فيه، لكن يبقى بنسبه من السوق لا تتعدى هذه النسبه عشان ما يحصلش كراودنج او طلوع على القطاع الخاص واحجامه عن الاستثمار، لان دي طبعا هتبقى مشكله كبيره جدا بالنسبه للاقتصاد المصري في السنين اللي جايه. انا شايف السعر هيثبت، خد بالك في كذا حاجه. اولا في نقطه انه دخل الفرد او الديسبوزبل انكم، ما تبقى من دخل الفرد اللي يقدر يصرفه، قل، لانه حصل تضخم في خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتوا ارقام جامده جدا، فالنهارده الطلب على الاستيراد اصلا اكيد قل. التصدير لسه عندنا مشكله في التصدير، ما هواش يعني بالارقام، لكن يمكن حصل زياده الفتره اللي فاتت شويه. السياحه الحمد لله ماشيه كويس قوي، ويمكن احنا مصر ما وصلناش ل 10% من اللي ممكن نوصله في السياحه، طبعا لظروف سياسيه وظروف امنيه وحاجات كانت حصلت في الماضي بتاثر كل كام سنه، لكن ده من الانشطه اللي احنا كبالم هيلز عايزين نخش فيها ونخش فيها بقوه، هو النشاط السياحي. بتؤثر على استثمار مباشر، بتاثر على استثمار عقاري، اي نوع استثمار، ما حدش يروح يستلف من البنك ب 18% وهيعرف يعمل، يعني صعب انه يقدر يعمل عائد على استثماراته يعني.